يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشيخ الكبير الذي في مدين والذي أخذ موسى عليه السلام ابنته هو شعيب عليه السلام؟ قيل هذا، ولكن شيخ الإسلام ينفي هذا، يقول ما هو بشعيب، يقول ليس شعيب، لأن شعيب عربي لسانه عربي، وهذا شيخ مدين لسانه ما هو عربي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني موسى عليه السلام لسانه عبراني، هو عربي موسى، عبرية، اللغة العبرية، فلا بد أن الشيخ تكون لغته كذلك للتخاطب بينهم. نعم.